إلى محافظة القنيطرة، حيث أعاد بواسل قواتنا الأمن والأمان لبلدة القحطانية بعد أن دحروا الإرهابيين منها ودمروا آلياتهم وصادروا أسلحتهم. بعد الانتصارات الكبيرة والمتتالية التي حققها بواسل الجيش العربي السوري على مرتزقة الإرهاب وداعميها في القصير ومناطق أخرى التي ترافقت مع تغطية من قنوات سفك دم السوري، حاولت التعمية على هزائم الإرهابيين بأكاذيب طالت هذه المرة مدينة القنيطرة بالقول إنها ومعبرها مع الجولان المحتل بات تحت سيطرة عملاء الغرب ومرتزقته. توجهنا إلى محافظة القنيطرة لنعر أقوالهم التي لا تعكس إلا أمنياتهم بتخريب سوريا وتدميرها. ها نحن في البساتين التي افتعل فيها الإرهابيون حريقا بين معبر القنيطرة وبلدة القحطانية، وهذا هو المرصد الإسرائيلي على رأس السلة كما تشاهدون. بصمات للمجرمين ذاتهم في بلدة القحطانية وبساتينها التي عانى سكانها من ظلمية العصابات الإرهابية المسلحة التي استباحت مساكن المواطنين الآمنين ودور العبادة والعلم وأراضيهم التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد. احنا بقرية القحطانية بالقنيطرة. والله كان يجوا الشباب المسلحين من برات الضيعه ويقوسوا علينا، ما نعرف شو، ما نشوف غير الضرب على البيوت عم يصير. الجامع اطلقوا النار عليه من بعيد وقريب، يعني من جميع الجهات اطلقوا النار عليه المسلحين مخربين. نحن بهمه الجيش العربي السوري هلا احنا بخير وبسلامه وبحمايته عم بدافع عنا، واحنا هلا بالقحطانيه بخير، يعني ما فينا شيء. نحن في نهايه بلده القحطانيه وتامنت المنطقه بالكامل، وبعد تأمين المنطقة قامت هذه السيارة بنقل الأسلحة والذخائر، وقمنا بدورنا بكمين بضربها بما فيها. ولم تغب عن شاشات القنوات الشريكة في جريمة سفك الدم السوري عواجل تقول بأن معبر القنيطرة مع الجولان المحتل سقطت بأيدي مسلحيهم الإرهابيين بهدف أن يتوجهوا إليها. تم الهجوم على معبر القنيطرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة من اتجاه الشرق بأعداد كبيرة، وتم سحقهم من قبل القوات العربية السورية. طبعا بالتواطؤ مع العدو الإسرائيلي تم نقل الجرحى والقتلى عن طريق هذا المعبر، معبر القنيطرة، والحمد لله أعدنا الأمن والأمان لهذه المنطقة. حاولوا يصلوا للمعبر ويخربوا بمساعدة إسرائيل، وهذا دأب إسرائيل لأنه هي عم تساعدهم وبتعاونهم. فجيشنا العربي السوري جدير بأنه يحرر أي نقطة بسوريا من براثن هؤلاء الإرهابيين. بواسل قواتنا صادروا بعد الاشتباكات مع الإرهابيين التي دامت ما يقارب 4 ساعات عددا من صواريخ لاو إسرائيلية الصنع مع قاذفها وقاذف ار بي جي وعدد من حشواته وصناديق من الذخيرة متنوعة العيارات. وكعادتهم احرق الارهابيون جثث قتلاهم من المرتزقة من جنسيات مختلفة في محاولة منهم لاخفاء حقيقة تورط متطرفين تكفيريين من الخارج بجريمة سفك الدم السوري. اخبار تلفزيون محمد جربوع، معبر القنيطرة.